نكتفي مشاهدينا بهذا القدر وننتقل مباشرة إلى عناوين النشرة مع الزميلة ديمة. من الـ LBCI مساء الخير، هذه أبرز عناوين نشرة الليلة. انتحاري يفجر نفسه في فندق على الروش أثناء دهم الأمن العام لغرفته. خلية الألمون التابعة لعبد الله عزام كانت تخطط لاغتيال ضابط كبير. وتحقيقات متفجرة الطيون تدرس عدة احتمالات. نشرة أخبار الثامنة من الـ LBCI مع ماريو عبود وديما صادق. مساء الخير. حتى الثامنة إلى ثلثا كانت التطورات تركز على السير في التحقيقات سواء بالنسبة إلى متفجرة ظهر البيدر أو الطيوني، لكن تطورا أمنيا خرق هذا المسار. انتحاري يفجر نفسه في إحدى غرف فندق دروي في منطقة الروش في أثناء عملية دهم للأمن العام لهذه الغرفة. في غضون ذلك يبدو كأن الحكومة اتخذت قرارا بهجوم مضاد سياسي وسياحي في آن سياسي من خلال تليين المواقف فيما خص جلسات مجلس الوزراء، وهذا ما يتوقع أن يظهر في جلسة الغد، وهي الأولى عمليا التي تصح تسميتها جلسة لا اجتماعا وزاريا. أما سياحيا فمن خلال معاينة سياحية نيابية نقابية من حيث انطلقت شرارة البلبلة، أي من فندق نابوليون في الحمراء. ولكن في المقابل الأمور ليست بهذه البساطة، فالسباق على أشده بين الإرهاب والأجهزة لوضع اليد على الأمن. ففيما يسعى الإرهاب للزعزعة وقد تحقق أكثر من خطوة في ظهر البيدر والطيوني، فإن الأمن يحاول استرداد المبادرة من خلال المثابرة على التحقيق وضبط شبكات الإرهاب وآخرها شبكة القلمون.